طيب هنبتدي النهارده يا جماعه درس جديد زي ما انتم شايفين كده. درس دي صورتي 3D انا عرفت اعملها من خلال البرنامج اللي هقوله لكم عليه دوت. هو بلجن بيحول صورتك، بترفع صورتك الشخصيه وبيحولها لك 3D زي ما انتم شايفين كده اهو. والحلو في الموضوع ان انت ممكن تتكلم زي ما انا بتكلم كده وهو بيشوف تعبيرات وشك وبيحرك تعبيرات عينك ووشك وانا في طفي شويه حاجات كده، بس انا عشان انا بسجل الفيديو دوت كان هشرح لكم بالتفصيل ازاي تقدروا تعملوا شخصيه 3D شبهك بالظبط في كل حاجه وتحركها جوه اللعبه وتبقى انت الشخصيه اللي هتلعب اللعبه. طيب نبتدي مع نشرح بالتفصيل. هنروح على يونيتي اسيت ستور. دلوقتي دخلنا على الاسيت ستور وهنكتب افاتار ميكر فري. هي الاسيت اهي، هي فري فعلا، وننزلها على يونيتي. بعد ما بننزلها على يونيتي بنخش على ويندوز افاتار ميكر وبعد كده افاتار. دلوقتي هنكون مجهزين صوره ليك، صوره شخصيه ليك او يعني او الصوره للكاركتر اللي انت حابب تحوله 3D. صوره عاديه جدا، اهم حاجه الوش يبقى واضح والخلفيه بتاعتها يعني تبقى يعني الصوره تبقى على قد الوش، يعني الخلفيه تبقى ساده تمام، حاجه زي كده مثلا لصورتي. واول ما بتدخلها هو بيعمل تحت كرييت ليها، هو بيقعد يعد لحد ما يخلص 100% وبعدها تبقى بالمنظر ده. طبعا المنظر اللي انتوا شايفينه ده. حابب بعد كده تغير قصة الشعر، عندك كذا قصة يعني ممكن دي ممكن دي، كل دي قصات شعر تمام. بتشوف الحاجة اللي قريبة ليك اكتر حاجة، حتى كمان ممكن بعد كده تعدل في لون الشعر تخليه اللي انت عايزه يعني فاهم. وممكن بعد كده تلعب في ال في السكيل بتاعه بحيث ان انت عايز تطوله شويه تقصره، حاول يعني تخليه الافاتار يبقى شبهك جدا تمام. بعد كده ممكن سهل قوي بعد كده بقى ايه تضيف عليه الانيميشن وتركب له جسم زي ما انتوا شايفين كده. مثلا الافاتار دوت انا ركبت له جسم وقعدته على كرسي، بعد كده فتحت حاجه اسمها ويندوز من نفس البلاجن افاتار ميكر، في حاجه اسمها فاشيال موشن كابشر، بندوس عليها ويندوز افاتار ميكر عشان مش الكابتشر سوري بس هي اوكي تمام. اول ما بنعمل بس اول ما بنعمل ستارت كابتشر اولا هي مش هتشتغل في البلاي مود، يعني احنا هنكون قافلين البلاي مود. طيب دلوقتي احنا بعد ما دخلنا الافاتار بقى شكله عامل كده زي ما انتم شايفين، بنعمل ويندوز افاتار ميكر فيسيال ايموشن كابتشر ونقول له ستارت كابتشر. شايفين دلوقتي يا جماعه اهو بتكلم بيتكلم، بفتح عيني بيفتح عينه، في حاجات انا قافلها اهي
لو شغلتها. انا طبعا قافل عشان انا رابط يعني الكرسي بجسمي فهيتحركوا مع بعض، انا مش عايز كده، فانا قفلت الروتيشن. بس زي ما انتوا شايفين اهي كل حاجة بعدين. لو عايزين نخرج بقى يعني احنا خلاص كده سجلنا، مثلا لو عايزين نسجل انيميشن في حاجة اسمها ستارت ريكوردينج، ده بيسجل الانيميشن بتاعنا تمام. لو عايزين نخرج الافاتار بتاعنا برضو سهلة، يعني ده الافاتار بتاعنا ممكن نخرجه بريفاب، ممكن نخرجه اف بي اكس، ممكن نخرجه او بي جي. هو بس حصل حاجة هنا، فان احنا نركبه على جسم، ان احنا نركبه على حاجة مثلا زي دي. انا هنا ركبته على جسم كامل، لو دوست بلاي ثانية واحدة اهو زي ما انتوا شايفين كده، ده بقى نسخة مني اهو 3D. نقدر نحركه ونخليه يعني ركبته على جسم ازاي. دي سهلة، ان انا رحت جبت موديل عادي عملت له ريج، شلت دماغه وحطيت دماغي مكان دماغه تمام، وعملت الانيميشن بتاعها عادي. سهل جدا ان احنا ممكن نعمل اوجمانتد رياليتي للشخصيه دي، بان انت مثلا تشوف تفتح الموبايل ويبقى فيه مثلا اي حاجه، يعني سهل تخرج المجسم ده لواقع افتراضي، يعني دي سهله. بس والدرس ده اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والبلاجن دي مهمة قوي، بتسهل حاجات كتيرة وبتسهل بتسرع الانيميشن، بدل ما انت تقعد تبني الشخصية حتة حتة. انت ممكن تجيب طبعا وش اي حد مشهور، وش اي شخصية كرتونية معروفة، وش تمام حد معروف، بدل ما تقعد تعمل انت الموديلنج بنفسك والانيميشن، هو بينجز لك كل الكلام ده. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ده يا جماعه، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، وانتظرونا في درس قادم ان شاء الله. مع السلامه.